محمد، نورتنا النهاردة في مؤتمر جيو مكاني. كنا حابين نعرف رأي حضرتك في المؤتمر بشكل عام، وإيه أكتر حاجة شدتك فيه؟ أهلا وسهلا يا فندم حضرتك، أنا سعيد جدا أن أنا مشارك في المؤتمر ده، وكان حاجة جميلة أن أنا أشوف يعني شركات يعني بيبقى فيها برامج تطبيقية على مستوى العالم بتتعامل مع الاستشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية. وأسعدني كتير يعني المؤسسات الحكومية زي مثلا مرفق يعني الشبكات، مركز معلومات شبكات الجيزة وهيئة المساحة المصرية، واللي أسعدني أكتر مشاركة جامعة عين شمس ممثلة في كلية الأداب ووحدة نظم معلومات جغرافية، وكمان مركز البحوث الكارتوجرافية والجغرافية بجامعة المنوفية، وحاجة جميلة ويمكن مشاركة جميلة ورائعة من الأكاديميين، خاصة ان انا حضرت حاجات يعني خاصة ازاي يعملوا مدول، حاجات يعني مهمة كده وحاجات للتخصص وناحية تطبيقية. احنا مبسوطين بوجود حضرتك وان شاء الله تبقى معانا. ربنا يخليك، شكرا جزيلا.